أنا كامرأة مغربية عربية إفريقية محامية ما كنحش بالمساواة ما بين الرجل والمرأة في الجانب التشريعي. تزوجت من 15 عام، ما كنتش باغا نتزوج، لكن ملي والديا بغاو يتزوجوني تزوجت. اليوم بغيت نتكلم ونسلط الضوء على واحد الفئة ديال التلاميذ والتلاميذ، بحكم أنا أستاذة ومدرسة كنصادفهم في حياتي اليومية. بغيت نعطي واحد الإضافة في هذا الموضوع اللي هو حق الطفل. أنا اليوم بغيت نحكي لكم على معاناة أطفال قبل ما تكون معاناة أمهات. سبق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أن صدرت قرار في مواجهتي بإسقاط حضانة ديالي عن أبناء بجوج وإسنادها إلى والدهما بسبب زواجي. طبقت علي الفصول 173 174 175 من المدونة ديال 2004. أنا ما كنطلبش الحضانة الكلية، أنا تزوجت البان الولاد جوج، فبالنسبة لي أسبوع أسبوع هي المنطق وهي الحضانة اللي كنت أمل أن القضاء المغربي غادي يبان ليه فيها مصلحة طفل. لكن وأسفه تبين لي بأن القضاء المغربي رغم أنني جبت وثائق حاسمة كتبت بأنه مصلحة الأطفال هم معي مع الأم ديالهم، القضاء المغربي في محكمة الاستئناف حكم يعني أيد الحكم الابتدائي وحكم بإسقاط حضانة ديالي وسندها للأب بلا ما يعطيني حتى حق الزيارة ديال الأبناء ديالي، علما أن الفصل 182 من المدونة يقول أن المقرر الذي يحكم بإسقاط الحضانة يجب أن يحكم بحق الزيارة. وهذه المسألة ما كيديروهاش المحاكم، كان صعب ليا تنفيذ ديال داك القرار ديال الاستئناف، محكمة الاستئناف نفذته، خدا الولاد بحضور الأعوان القضائيين وبديت كناخذ دواء ديال النعاس لأنه ما كنتش كنقدر نعس مدة سنة. بعد ما دازت سنة قررت باش نأسس هاد الجمعية، هي جمعية ولادي، جمعية اللي كتناضل لحقوق الطفل، حقوق الاجتماعية للطفل، لأن الأطفال تيتعذبوا. خلينا إحنا كأمهات، إحنا كنتعذبوا معهم، أطفال ديالنا هم المستقبل ديال الوطن ديالنا. فاليوم تنقول لكم ساندوني عاونوني، خاصنا نهزوا بوليداتنا، وليداتنا هم المستقبل، مستحيل وليداتنا يضيعوا، هما معذبين عايشين عند الوالد ديالهم ومحرومين من الام ديالهم لان الام ديالهم ما يمكنهم يشوفوها غير نهار الحد. علاش؟ وكانها دارت جنايه هاد الام. هل زواج المراه بعد طلاقها بعد 3 سنين من الطلاق ديالها هل هي جنايه؟ اليوم تنقول وتنخاطب العالم كله وتنقول راه هذا الحق في الامومه هو بحال الحق في الكرامه والحق في الحياه والحق في الابوه، فكذلك هو بحال حق في الحياة وبحال حق في الكرامة. وهذا الشيء علاش جمعية ولادي تزادت، واليوم تنطلب المساندة العالمية ديال أي إنسان اللي غادي يوصلوا هذا الميساج واللي غادي يفهم بنا اليوم خصنا نوقفوا في جانب الطفل باش الطفل ما يتعذبش لأنه مفارق من أمه ولا مفارق من باه. لأن أي طفل هو كوردة، الوردة خصها الهواء وخصها الماء،
الا حيتي لها وحده منهم بجوج غتموت. هادشي اللي بغيت باش المجتمع المدني يفهم والمؤسسات الدوليه تفهم والمشرعين ديال افريقيا وديال العالم كله يفهموه. فاليوم فكروا في داك الام، فكروا في داك الام اللي كتعذب اللي كتشوى للرحم ديالها، تيقول يا رحمن يا رحيم. هادشي اللي كنطلب من المجتمع المدني، وشكرا جزيلا. مهم من نواحي الصويرة جيت لكازا فداك الحين وانا يا في الدار ما كنخرج ماشي ما حتى شي حاجه، ما قاريه ما والو. كيخرجني في الويكان بالطوموبيل، يردني بالطوموبيل ما تنعرف لا فين نمشي لا فين نجي. دوزت 16 عام تزاد عدي الدري الاول، هي هذيك ما عارفه لا ربي لا والو. هي جداتي هي اللي ربات معايا. ما جا العام لقيت راسي حامله بالدري الثاني، ديجا الدري عنده يلا عنده عام تاع الاخر. لقيت ثاني جابوا لي الدري اختي كتربي معايا واحد المده عندي عيد دراري جوج الكبار، داني للبلاد قال الوالده ديالو بغى نصايب لها الوراق ونديها، قالت لي لا جيب الدراري يكبروا هنا في البلاد ما ديهمش. انا بقى فيا الحال، درنا لي انتقال، مشيت مع كنعيش مع والديه اخوه والوالده ديالو. هو في الطاليان كيجلس 6 شهور 5 شهور وكيجي. في 88 رجعت لكازا، رجعت حاملة بالدري، تزاد الدري ولدي الثالث. في 89 تزادت الدرية وليت كنربي جوج، كبروا الجوج الأولين كنربي في الثاني. صافي هو كيمشي لبرا دائما، هو من كيمشي لبرا قلت ليه والو صايب لي الوراق، قال لك انا ما عنديش كيف ندير صافي. الوالدة ديالو من وقفت لي في الطريق صافي ما بقاش بغى يصايب الوراق. بقيت انايا كنمشي للدار عندنا، كنرجع لكازا، كنمشي للدار كنرجع لكازا. واحد الوقيته فكرت في الانتحار صافي، ما قعدت في غنزيت شارجيت صافي. داري صغير كيقول لي والو باغي نحرق باغي نحرق، كنقول لي عير صبر عير صبر. بقيت كنصبر فيه، مشى هو لبرا، بقيت كنقول ليه والو دي ليا الدري هذا، ما نتنقدوش ليا الاخرين نقد ليا هذا. مشى هو الحج من تما من برا. قلت لي انا علاش انا ما مشيتش، ما ديتينيش الحج، ما ديتيني حتى شي حاجه صافي. انا بقيت كنتشارجا. جا واحد الوقت اللي نهاريت صافي، قلت لي صافي طلقني والديا. قلت لهم صافي نهار الاول درت لكم خاطركم، دابا جا دوري انا، بغيت خاطري انا، بقيت بغادي شي حاجه من الدنيا. بقاو كيطلبوا فيا الدراري ولادي هادي قلت لهم صافي بقيت انا بغادي شي حاجه من الدنيا. يا هذيك دابا ملي طلقنا عانيت المعاناه مع الدراري، والدراري ما بغاوش مبغاونيش نطلق، بقى فيهم الحال. وكل واحد مرض امراض نفسيه، وبقاو كيفكروا وكيخمو وتشدوا الدراري ليا، ما
حتى واحد ما بقى كل واحد بغى يعيش على خاطره هو كيبغى. قلت مهما انت ما بغيتيش احنا خلينا ما تهضريش، انت ما بغيتيش ترجعي لبا احنا صافي احنا خلينا صافي. هي هذيك خرجت انا ما كنعرف لا فين نخرج لا فين ندخل، مشيت خدمت خدمت، دوزت واحد الوقت في الخدمة، في الآخر شدني مرض السكر، بقيت تاني كنعاني مع المرض وداك الشيء، ودابا الحمد لله. حالات كثيرة هي صادفتني خلال المشوار ديالي الدراسي الطويل، وبطبيعة الحال هذا الشيء كيخلي واحد الأثر بالغ على النفس، وكيأثر علينا لا في الحكم المهنة ديالنا، وحتى كيمشي معنا حتى الديور ديالنا بين وليداتنا. هاد الحالات كيكونوا بنيتات وليدات باقيين مساكن صغار، باقيين ما داركينش العمق ديال الحياة ديالهم المستقبلية، وكيصطدموا بواحد الحالات اجتماعية صعبة جدا، إلا منقول يستحيلوا معاه العيش على وديت أن الأم إما طلقت وإما الأب غادر بدون أن يترك أي أثر عليه، أو أنه أعاد من جديد تزوج يعني ودار وليدات أخرين. إلا فكرنا مزيان وطرحنا أسئلة على نفسنا، كنلقاو أن ذاك الأب فعلا كان مكون أسرة ولكن ما لقاش عمل. اليوم غدا تلقى نفسه الزوجة ها هي لوليدتها هما، ولكن هو غير قادر على تحمل المسؤولية ديالهم. شنو سيدير أول خطوة؟ إما كيمشي للطلاق أو لا كيغادر بدون أن يترك أي أثر على وجود تواجده. إذن الأسرة مباشرة كتعرض للتشرد، وهنتم عارفين ومطلعين كيفاش أن المجتمع ديالنا يعني اللي خرج للزنقة راه في مشكل كبير وفي حالة يعني خطيرة جدا. والدة ديالي تنزلت على الحضانة ديالي مع الأب، خلتني مع الوالد ديالي ومرت با. با ما عمرني سمعت منه ولدي، ما عمرني شفتو معايا زوين، ما عمرو قال لي شي حاجة زوينة من عنده. مرتو تا هي دوزت فيها العذاب، علقتني في الباب ديال الكوزينة نهار كامل وانا معلق، ولادها يضحكوا عليا وهي كتضرب فيها. خرجت من الدار 3 سنين، خارج من الدار زنقة، بعمرني ارتحت في خاطري بلا بكم، فعمرني شت الحنان حياتي قام، أبا الناس ما تغطي عليك أولدي. عييت أمي، راني عييت من الزنقة، عييت من العذرة البني آدم، عييت من تعده، عييت أمي عييت. أطفال لقاو راسهم واحد النهار خرجوا من البيئة اللي كانوا فيها ديال الأب والأم اللي معتنين بهم كل واحد بالطاقة ديالو بالاستطاعة ديالو،
ولكن لأسباب هذيك الأبوين ما بقاوش قادرين يعيشوا بجوج، فلقاو الأطفال راسهم يعني بين ليلة وضحاها خرجوا من ذاك البيت اللي كان عايشين فيه باش يعيشوا مع الأم ديالهم. ولكن حالة ديال العديد من الأمهات أن الأم اللي كتطلق مستوى العيش ديالها كيتدهور ويقدر يتدهور لدرجة كبيرة. شكون الضحية ديال هاد لا سيتوياسيون؟ هاد لا سيتوياسيون هما الأطفال، لأن كانوا عايشين في مستوى وغيلقاو راسهم في مستوى آخر. هما ما لهم حتى شي سبب في هاد الوضعية، ولكن القانون ما حماهمش من وضعية الطلاق. الأب ديالهم ميسور، عنده الإمكانيات باش يعيشهم في مستوى راقي. الأم ديالهم عندها حالة اجتماعية يعني متواضعة. شنو ذنبهم هاد الأطفال باش يلقاو راسهم بين ليلة وضحاها خرجوا من المدرسة دي كانوا فيها واللي كانت كتوفر لهم الظروف باش يلقاو النمو الاجتماعي والنفسي اللي يعني اللي لايق ليهم؟ شنو ذنبهم هاد الأطفال باش يلقاو راسهم كانوا عايشين في واحد البيت يعني كيوفر لهم واحد الظروف العيش ويلقاو راسهم في بيت آخر؟ قصتي هي قصة معاناة ديال 8 سنين. 8 سنين وأنا كنعاني مع الراجل ديالي، الطليق ديالي اللي هو دابا الطليق. 8 سنين وأنا كنعاني، ولات يعني درجة أن صحتي تأدات وليت كنطيح في الخدمة، ما بقاتش عندي الطاقة باش نربي دوك الوليدات، ولكن هكاك ناضلت من أجل وليداتي، ما بغيتش نحرمهم من باهم. فما خليت دي بسيكولوج، جيت شي دي بسيكولوج شي دي كوتش باش يعني كنقول مع راسي يمكن الخطأ فيا أنا، يمكن أنا ما عرفتش نتعامل مع هاد الحياة الزوجية. ولكن فهمت واحد النهار بأن الخطأ ماشي فيا، بأنه هو عمره ما غيتبدل، لأنه طلبت منه مرات عديدة باش يمشي حتى هو عند لو كوتش ونديرو ان كوتشينغ دو كوبل، ولكن ما بغاش يدير هاد الخطوة. ففهمت بأن السيد ما مستعدش يتبدل، وبأنني أنا اللي كنضحي وأنا اللي صحتي كتعاني. فمصلحتي ومصلحة وليداتي أنهم يعيشوا مع الأم ديالهم فروق على باهم باش يبقى عندي الطاقة والصحة باش نربي وليداتي في الراحة وفي الطمئنان. بعد طلاق مشكل الأساسي هو مشكل التمدرس. أنا أستاذة في التعليم في التكوين المهني، يعني الأجرة ديالي كتسمح لي باش يعني نتكفل بوليداتي المصاريف العادية ديالهم من أكل والشرب وملبس. النفقة اللي عطاها القاضي هي هزيلة بالنسبة للدخل ديالو، فهي أبان يعني كتخلص الكراء، ولكن المدرسة أنا غير قادرة على أنني يعني نخلص المدرسة ديال أولادي. والسنة الماضية الأسرة ديالي هي اللي تحملت مصاريف التمدرس، وفي إطار مصدرة الطلاق يعني طلبت دفعت طلب باش نسترجع مصاريف المدرسة، والقاضي ما حكمش ليا لا في الابتدائية ولا في الاستئناف. يعني القاضي عطى حق الأب أن حيت طلقتي ما تخلصش المدرسة على أولادك. فهذا ظلم قانوني وظلم اجتماعي، واليوم حنا كنناضلوا من أجل هذا التغيير. المدرسة حق للطفل وخصها تبقى ليه، فين كان قبل الطلاق خصو يبقى من بعد الطلاق. العمل ديالي في مكتب محاماة واحتكاكي بزاف الأسر اللي كيعيشوا الطلاق، وبحكم أنني كنعيش في حي شعبي وكنشوف الناس اللي عايشين هاد التجربة ديال الطلاق، دونك خلاصة ديالي متواضعة هي أننا فاش كيطلقوا واحد جوج الناس كيمشي واحد الولد كيضيع في الوسط، واحد البنيته واحد الولد تضيعوا في الوسط، في وسط نفقة حضانة عند من غيمشي عند مو ولا عند باه لمن غادي يدير الخاطر. وكتجي كتلقى السبب الاساسي اصلا باش مخاسمين هادوك الناس ودوك الوالدين وباش مفارقين وباش مضيعين داك الوليده وداك البنيته غير سبب اقتصادي، ما كاينش خدمه ما كاينش فلوس ما كاينش. انا بغيت نراعي ودوك الوليدات اللي تيكونوا في الوسط، نديروا لهم الجانب النفسي ديالهم نرعاوه،
يعني انا وياك تلقنا، انا غنشوف حياتي وانت غتشوف حياتك وغادي نمشي، ولكن داك الولد اللي هو غيكون المستقبل ديال هذا المجتمع اشنو درنا ليه؟ كيفاش هيئناه؟ علاش يخوض تجارب كبر من سنه؟ علاش يعيش مشكل ديال الحضانه؟ خصو يمشي عند امو يشبع منها، يمشي عند باه يشبع منه، يعيش واخا تلقنا يعيش داك الولد وسط والديه بحال اللي راه مازالين كاينين. انا هادو حالات شفتهم يعني عاينتهم، وكاين حالات اخرين اللي هما كيشدو غير ضد هكاك. انا ما باش نقريه لك، كينسى بانه داك الاب راه كان هذاك الوليد راه ولده لا تيولي ولد امو، صافي ما غاديش نقريه حيت امو خداته الحضانه ديالها وكاين عندها، صافي خاصها تحل تكلف بهذاك الوليد من ا حتى لزد. لا ماشي هكا، خاصنا اعاده النظر في القانون ديالنا، ما نشوفوش غير الحق ديال الراجل والمراه، نشوفوا الولد اللي في الوسط ضروري، البنت اللي في الوسط ضروري، هما اللي تيضيعوا. هاد الوليدات هما اللي تلقاوهم في ستوب واقفين تيطلبوا، هاد الوليدات هما اللي تلقاوهم صغيورين وناعسين في الجرادي، هاد الوليدات هما اللي تلقاوهم هازين سيليسيون هما صغيورين. ولا جيتي تهضر معاه وتسولو يقدر يقول لك شي مشاكل اللي تحس بهم انت اللي كبر منك وتبكي عليهم، وهو وليد صغير وكيتحملهم. ما يمكنش. انا هذه هي الاضافه اللي كنشوف، زعما خلاصه اللي انا شفت صراعات ديال الناس كبار كيمشيو فيها ولاد صغار. يعني خاصنا نعيدوا النظر ونديروا هذه الالتفاته لهذاك الطفل اللي كيكون في الوسط في حاله ديال الطلاق. رجاء للهيئة المسؤولة على إخراج وتكوين القوانين أنها تعطي لهذا الموضوع واحد الأهمية بالغة، وتصدر لنا قوانين تحمي الأم والطفل. أقول مرة ثانية، حماية الأم والطفل حماية بالغة إلا بغينا نمشيو القدام بهذا الوطن. واليوم جاء الوقت باش نقدم واحد النداء باش المشرع يقوم واحد تغيير، لأن المدونة ديال 2004 جابت تغيير كبير بالنسبة للمرأة المغربية. 15 سنة من بعد هذه المدونة كاين تعديلات، وأنا كان خاطب المشرع المغربي من أجل القيام مجموعة من تعديلات بما فيها تغيير هذه الفصول اللي حكمت بالإسقاط الحضانة ديالي، لاساسينا ليجيسلاتيف اي جوديسيير. انا كنقول اليوم نوضو والمشرع يبدلنا هاد القوانين، ويكون واحد القوانين اللي هي حداثيه، اللي هي كتتاقلم مع حداثه الوطن، لان المغرب الجديد ما يمكنلوش يتبنى بلا الام